طيب ممكن نعرف كمان اعصاب تو واي. لو احنا قلنا مثلا ان هو هولو بلوك بس تو واي، بس لما نقول تو واي بقى يبقى ايه؟ فنقول مثلا الدبس بكام؟ الدبس الكلي برضو زي ما قلنا 0.26، السمك البلاطه مثلا 0.066 سنتي، عرض العصب مثلا 10 سنتي فوق و10 سنتي تحت. طب هنا بقى هيطلب منك طبعا هي الاعصاب في الاتجاهين، يبقى المسافه بين كل عصب في اتجاه اكس والمسافه بين كل عصب في اتجاه واي، فاحنا ممكن نقول نص ونص. تمام، نص ونص. في مشاكل في الكلام ده كده؟ تمام، ونعمل اوكي. ممكن نعمل كمان بلاطه، ممكن نعمل كمان بلاطه سيجنس 20 سم، فنقول اد نيو بروبرتي ونسميها مثلا سلاب 20. هي نوع سلاب، ركز بقى معايا. والسمك كام؟ 20 سم، ونعمل اوكي. ممكن نضيف اكتر او اكتر من ستاتيك سيستم في السقف، ممكن نعمل كمر ونعمل سولت كمان، مش مشكله، نعمل اوكي. دلوقتي بقى احنا عرفنا في البرنامج بلاطات هولو بلوك 1 واي و 2 واي، وعرفنا بلاطه 20 سم. ممكن نبدا نرسمهم بقى. لو احنا جبنا امر كويك مثلا اللي هو ده، هنرسم مثلا بلاطه هولو بلوك 1 واي، واحنا عارفين ان الاعصاب ايه؟ في اتجاه لوكال اكس 2 او موازيه لواي. لما نيجي نرسم الاعصاب ديت، خلي بالك بقى، لو انا جيت ارسمها هي مش هتبان معايا، مش هتبان معايا في الرسم دلوقتي، بس يعني اهم حاجه وانت بترسم الاعصاب تكون عارف الاستاتيكال سيستم بتاعك هيبقى عامل ازاي. يعني الاعصاب لازم ترمي دايما على قمر او تكون شايلها على اي حاجه، ما تجيش ترمي الاعصاب في الهواء كده، لان الاعصاب دي اللي شايله الحمل كله. فانا مثلا لو رسمت هنا وهنا وهنا وهنا، الاعصاب كده هتبقى في اتجاه واي. ممكن كمان الكابولي ده نرسم معاه كده. طيب احنا ممكن نرسم كمان اعصاب او هولو بلوك 2 واي. تمام، ممكن نرسم هنا وهنا 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 اي شكل. طب ركز بقى معايا كده، احنا لو عاوزين نشوف الاعصاب ديت، لو احنا عاوزين نشوف الاعصاب دي، ممكن نفتح علامه صح ونقول هنا ايه، ونقول ايه سلاب. ما تقعد ساكت يا ابني، بالله قاعد ابص لك من ساعتها وقاعد تتكلم. هنعمل ايه سلاب انترنال ريبس، نقول له بين لي الاعصاب. اوكي اهو بان لك الاعصاب اهو، دي اعصاب طبعا 1 واي وفي اتجاه واي اهيت، ودي اعصاب ايه 2 واي وفي اتجاه اكس وفي اتجاه واي. تمام، طيب الكلام ده فيه مشاكل. ممكن نجيب كمان بلاطه اهوت، يعني نعملها فلات سيجنس 20 ونرسم هنا وهنا الاجزاء دي. واضح الكلام ده كده؟ طيب تمام. طب لما نيجي بقى نحط الكاميرات، ممكن نعرف كامر يعني هيدن بيم، ممكن نعرف لا ديفاين وبيم بروبرتيس، ممكن نسميها مثلا يعني بيم واحد. هيدن بيم ممكن يعملها عرضها مثلا متر وارتفاعها كام؟ 26، يعني 100 في 26. الويت هيبقى بكام؟ بواحد متر في الطب والبطن، والدبس بكام؟ 0.26. بس الكفر بقى بتاع الكاميرا ديت مش هيبقى 5 سم ولا كفر كبير، لان هو كلها اساسا كام؟ 26. فاحنا ممكن نعمل كفر بسيط كده، يعني 2 سم علوي و2 سم ايه؟ سفلي. اوكي، يبقى انا عرفت كاميرا هيدن بيم دلوقتي 126. ممكن نعرف كمان كاميرا دروب، سماها ب 25 في مثلا 60، سمك الكامر دي 0.25 والدبس بكام؟ مثلا 0.6. ممكن نعمل كفر كبير مثلا وليكن 0.05. تمام كده؟ اوكي، وانا عرفت كامرتين، كامرة هيدن وكامرة دروب. اوكي، لما نيجي نرسم بوم بقى، نجيب مثلا كاميرا من نقطتين. طبعا انا مش هعمل اوفسيت، ان هسيبها مثلا في النص، فهي كاميرا هيدن. شوف بقى الاعصاب ديت هترتكز على الكاميرا هيدن دي، فممكن ارسم كده من النقطه ديت الى النقطه دي. هنا مثلا الاعصاب ديت اللي هي في الاتجاه واي هترتكز ايه على الكاميرا دي. ممكن نعمل كمان كاميرا هيدن في الكابول هنا، يبقى الاعصاب دي هترتكز على الكاميرا دي. ممكن نجيب كاميرا دروب ونرسمها ايه مثلا
انا مش محتاج ارسم كاميرا فوق هنا لان الحمل مش هيترمى يعني في اتجاه اكس كده، الحمل الدايركشن بتاعه بس في اتجاه واي، فاحنا ممكن نوقفها لحد هنا بس، يعني الاعصاب دي بس ترتكز عليها. تمام، ممكن نرسم كمان كاميرا دروب دي كده، يفضل الكاميرا الدروب دي دايما يكون ايه مع الجار زي ما انت شايف. في كاميرا تاني ممكن نعمله لو احنا عاوزين حتى نشوف يعني قطاع الكاميرات ديت، ممكن نعمل ايه اكسترود فيو، وانا عملت كاميرا هيدن هنا وهنا وهنا، وعملت كاميرا دروب في الاجزاء دي. حتى لو ايه لو الزبان كبير، لا ما هو اللي هيشيل الحمل هو الاعصاب. طب الاعصاب هترمي فين؟ على الكاميرا اللي فوق ولا تحت؟ يعني قصدي كده ولا هنا؟ ما هو اللي فوق ده الاعصاب هي اللي هتشيل، لو الزبان كبير هيبقى الزبان كبير على الاعصاب بس. تمام، ممكن نعرف قطاع كاميرات مثلا او قطاع اعمده نسميه كولوم، ممكن نعمل عمود مثلا 50 في 50 ريكتانجولار بوينت 5 وبوينت 5 وكروت اوتوماتيك. اوكي، ممكن نجيب الكاميرا او العمود ده من هنا 50 في 50 وارتفاعه مثلا 3 متر. السنترويد يعني ممكن نرسمه فين في الاجزاء دي مثلا كده، ايدج مثلا، او ممكن نجيب كورنر زي ده كده، ممكن نجيب كورنر تاني مثلا نرسمه فين هنا كده، كورنر ده مثلا ممكن ترسم فين هنا كده. تمام، ممكن نجيب ايدج ده ممكن يترسم فين في الاجزاء ديت، ايدج ممكن يترسم في الاجزاء ديت، ممكن نرسمه فوق هنا. تمام، ممكن نرسمه. تمام كده، يبقى ده بالنسبة لرسم الأعمدة. احنا كده يعتبر خلصنا الاستاتيك سيستم بتاع السقف اللي عندي. تمام، ممكن أعمل حتى السبورتات اللي تحت ديت يعني هنجت. الساين سبورت داتا والسلنتس ونعملها هنجت مثلا. اوكي، بعد كده ممكن نبقى نشوف الاحمال والكلام ده. انا عاوز بس الناس ترسم الاول الموديل ده وتعرف كل القطعات اللي فيه عشان نكمل فيه دلوقتي. الاعصاب عاوزين نبدا ندخل الاحمال بقى، فهنبدا ندخل الاحمال يعني نعرف الاول الحمل ديفاين ولود باترن ونضيف مثلا ديد ونضيف لايف سيلف وات هنا ملتي بلاير بواحد ونعمل اد تاني نضيف لايف. ما لسه هنقول دلوقتي الحته دي. اوكي، يبقى ضفنا ديد وضفنا لايف، ممكن نعمل لود كومبانيشن كمان. يعني نعمل التيمت بس. لما نيجي ندخل احمال بقى، طبعا احنا عارفين ان الهولو بلوك بيكون ليه وزن حسب وزن البلوك نفسه. طب هل البرنامج لما اقول له السيلف ويت متغير بواحد هياخد وزن البلوك اللي احنا كنا بنحسبه مثلا من الجدول طلعنا على متر مربع كده ولا يعمل ايه؟ الجدول او البرنامج لما يجي داخل الاحمال هيحسب لك بس احمال الاعصاب بالبلاطات اللي موجوده فوق، انما البلوك نفسه اللي هو مثلا 30 في 40 او 40 في 40 ده مش هياخد وزنه. تمام، يبقى لازم نعرف وزن البلوك بره الاول واقوم مدخله تاني على المتر مربع جوه البرنامج. بس اللي موجود في الجدول كان وزن البلوك بالاعصاب بسمك البلاطه نفسها، يعني كان يقول لك مثلا لو سمك البلاطه 5 سنتي، المتر في متر من بلاطه سمكها 5 سنتي وبلوكات 40 في 40 ولبس 20، كان يقول لك مثلا ليه رقم. تمام، لو احنا بقى في البرنامج، البرنامج بيحسب لك الاعصاب بس والسمك اللي هو 6 سنتي. تمام، لو انا عاوز بقى املى الفراغات ديت ببلوكات لازم اكون عارف وزنها الوحده واقسمها على ايه؟ على المتر مربع. بس ساعات بيحصل الايام ديت ما عدناش بنستخدم البلوكات اللي هي طوب، بيكون فوم، الفوم ده ملوش وزن يعني حاجه ضعيفه جدا جدا. تمام، فلو احنا استخدمنا فوم اعتقد مش هندخل وزن خالص جوه البرنامج. تمام، البلوك ده زي ما انت عارف هو ما بيكونش شايل اي حاجه، هو وظيفته بس ان هو ايه؟ يداري الفراغ اللي موجود. تمام، طيب احنا لما نيجي ندخل احمال ندخل بقى الكفر اللي هو الوزن اللي موجود على السقف.
والله بلود تمام. طب نعلم على السقف ازاي؟ طبعا انا لو عملت سيلكت اول مفيش شير وول، فكل الاحمال هتيجي على البلاطه بس، اساين ولود داتا او سيرفيس لود، ونقول مثلا في عندنا ايه يونيفورم كفر بوينت 1.5، ونعلم تاني على السقف ونقول اساين ولود داتا سيرفيس لود النوع لايف، مثلا ممكن ندخل لايف كبير لان الهول بلوك بيشيل لايف كبير، ممكن نقول مثلا بوينت 3 ولا حاجه، واد اوكي. اد او ريبليس طبعا مش هتفرق معانا. يبقى احنا دلوقتي اي نقطه دخلنا عليها لايف لود بوينت 3، واي بلاطه دخلنا عليها ايه ديد لود او كفر بوينت 1.5. لما نيجي نحل بقى بطريقه الاستريم ميثود، مش هنقطع بلاطات ولا نعمل ديفايدنج لاي حاجه، امال هنعمل ايه بقى؟ قال لك والله هنعمل شرايح في البرنامج كل واحد متر، هنعمل شرايح في البرنامج كل واحد متر. طب الشرايح دي نعملها ازاي؟ قبل ما نعمل الشرايح هنعمل خطوط شبكه كل واحد متر، هنعمل خطوط شبكه كل واحد متر في اكس، وخطوط شبكه كل واحد متر في واي. نعمل خطوط الشبكه لو ضغطت 2 كليك شمال كده بس، خطوط الشبكه اللي كانت عندنا يعني ما كانتش كل واحد متر، فاحنا ممكن هي طبعا كانت قافله لحد 23، فاحنا ممكن نعمل سبيسنج ونمسح مثلا الارقام دي كلها كده، ونبدا نكتب ايه بقى الاسرع، نكتب 1 1 1 1 1 لان ده نظام السبيسنج لحد ما نوصل ل 23. انا عاوز اعرف انا وصلت ل 23 ولا لا، ممكن اعمل اوردينيت يعني دي 21، ممكن نبقى نكمل 22 و 23، واضح كده؟ طيب هنا برضو انا هوصل لكام؟ 24 ونص، فانا ممكن اجي هنا اقول له سبيسنج وابدا اشيل الارقام دي كلها واكتب ايه بقى؟ 1 1 1 1 لحد ما اوصل ل 24 ونص. لسه انا كده وصلت ل 23، ممكن نقول 24 ونقول 24 ونص تمام. يبقى انا عملت دلوقتي خطوط شبكه كل واحد متر في اكس وكل واحد متر في واي، مش مهم النص متر في الاخر ده، يبقى شريحه بسيطه تمام اوكي اهو. طب بعد ما عملت خطوط شبكه كل واحد متر في اكس وكل واحد متر في واي، نعلم على البلاطه كلها ونقول اديت واد اند اديت ديزاين ستريبس، ونقول اد ديزاين ستريبس، نضيف شرايح في البرنامج اد ديزاين ستريب. هنلاقي البرنامج بيقول لك يعني انت عاوز شرايح في اتجاه اكس تمام. هنعمل الاول شرايح في اتجاه اكس، الشرايح في اتجاه اكس دي لازم نديلها طبقه نسميها اسم، ممكن نسميها مثلا ايه موجوده على لاير ايه، على طبقه ايه. طب الستريب ويدث عرض الشريحه دي كام؟ هل تقول البرنامج اوتوماتيك فهو يختار لك عرض مناسب ولا فيكسد؟ لا ده انا ملتزم بعرض معين، لو مثلا عملت ايه شريحه عرضها 1 متر بس كده بقى، انا عامل خطوط شبكه كل 1 متر هيعمل لك شريحه كل كام؟ كل 1 متر، ويعمل لك عرضها كمان قد ايه؟ 1 متر. ركز بقى معايا في الحته ديت، في نوع حاجه اسمها انكلود ميدل ستريب، يعني ايه بقى؟ لو انا ضغطت صح قدام انكلود ميدل ستريب ما بين كل شريحتين البرنامج هيزود لك كمان شريحه في النص، يبقى الشريحه دي دلوقتي معموله كل قد ايه؟ اصبحت معموله كل نص متر، يعني هو دلوقتي هيمشي البرنامج مع كل خط شبكه شريحه، وفي النص برضه ما بين كل خط شبكه شريحه ثانيه، يبقى الشرايح اصبحت معموله كل قد ايه؟ نص متر. ده لو احنا عملنا انكلود ميدل ستريب. طب لو عملنا انكلود ميدل ستريب ينفع بقى نقول عرض الشريحه هيبقى 1 متر برضه؟ لا ده الشرايح دلوقتي بقت معموله كل نص متر، يبقى اذا انا عاوز عرضها قد ايه؟ نص متر بس، مش كده؟ لان الشرايح كانت معموله كل 1 متر، هي بتترسم مع كل 1 متر في خطوط الشبكه. كنت انا عامل عرض الشريحه كام؟ كنت انا عامل عرض الشريحه 1 متر تمام؟ طيب انا عملت انكلود فزود لي كمان شريحه في النص، ما ينفعش اقول بقى دلوقتي يبقى عرض الشريحه هيفضل 1 متر، يبقى عرض الشريحه هيبقى كام؟ نص متر. مفهومه كده؟ وصلت ولا لسه؟ طيب فاحنا في الحاله دي نقول مثلا كل نص متر. طب واحد يقول لي انت هتعمل ليه شريحه كل نص متر وعرضها نص متر؟ عشان ايه بقى؟
لا عشان الهولو بلوك اللي احنا عاملينه ده، عشان احنا عاوزين شريحة مع كل عصب في الهولو بلوك، نضمن ان في شريحة مع كل عصب في الهولو بلوك لو احنا عملنا شريحة كل نص متر. تمام؟ واحد تاني يقول لي لا انت تعب نفسك ليه كده؟ طب ما كنت تعمل خط شبكة كل نص متر، تمام؟ وتشيل الانكلود دي، فهو كان هيعمل لك ايه؟ شريحة كل نص. بس لو قعدت اعمل خط شبكة كل نص متر ده هطول كتير، يعني ضعف الرقم اللي انا عملته ده. فانا عملت كل واحد متر اسهل، وبعدين قلت انكلود، فهو هيزود لي كل نص متر. في الحاله دي هيبقى عرض الشريحه قد ايه؟ نص متر. مش مفهومه كده؟ مفهومه كده؟ تمام، يبقى نص متر ونعمل اوكي. هنلاقي البرنامج يزود لك شريحه كل نص متر وسمكها كام؟ نص متر. لو احنا زودنا شويه كده هنلاقي البرنامج بيمشي لك مع كل عصب قد ايه؟ مع كل عصب شريحه. يعني انا لو جبت الحديد في الشريحه ديت يبقى هو الحديد اللي موجود في العصب. تمام؟ في اتجاه ايه؟ ما دي دلوقتي في اتجاه اكس بس، لو احنا عاوزين ندخل بقى الشريحه في اتجاه واي هنعلم تاني على السقف، نقول اديت واد ديزاين ستريب، ونقول بقى المره دي ايه؟ واي. بس ما ينفعش نسمي نفس الاسم. انا ممكن اسمي نفس الاسم بس يعني هيحصل فيه تداخل بعد كده في النواتج ما بين ايه اكس وواي، فانا ممكن اسميها باسم تاني مثلا بي، يبقى الشريحه في اتجاه واي اللاير بتاعتها بي، وبرده نص متر عرضها نص متر، وانكلود برده ايه ميدل ستريب. واضح الكلام ده كده؟ اوكي. هنلاقي البرنامج ضاف لك كمان شرايح في اتجاه ايه؟ في اتجاه واي. الشرايح اللي اترسمت دي يا جماعه كانها خط اترسم بالظبط، يعني ممكن اعلم عليها واعمل ديليت، ممكن اعلم على الشريحه واعمل ديليت. يعني واحد يقول لي مثلا انت عامل في الفلات سلاب شريحه كل نص متر ليه؟ ده انا عاوز الحديد يطلع لي على طول لكل متر. فممكن اقعد امسح الشرايح ايه؟ اللي في النص ديت في الفلات سلاب. تمام؟ في اي حاجه مش واضحه كده؟ طبعا الشرايح اللي في اتجاه ايه؟ يعني اكس بس، لان لو شرايح لو مسحت اللي في اتجاه واي هيمسح لي اللي في الاعصاب فوق. طب انا كده يعتبر يعني عملت خطوه كبيره جدا، مش لا هقطع بقى بلاطات ولا كاميرات كده، بقى الرسمه بقت جاهزه ايه؟ للاناليزيس فقط. يعني اقوم سايب بقى الرسمه بتاعتي دي فايل وسيف از مثلا على اي فولدر اسميها ايه؟ سيف واحد مثلا دي اللي فيها هولو بلوك، ونعمل ران وديزاين كمان. تمام؟ فالبرنامج هيبدا يحل. طبعا في طريقه الستريم ميثود البرنامج ايه؟ بيحل بسرعة لأنه بيتعامل مع شرايح. تمام كده البرنامج خلص أناليزيس أو خلص ران أناليزيس. أول حاجة بتظهر طبعا اللي هي الديفورمد شيب، بس يمكن يكون السكيل بتاعك كبير شوية، فاحنا ممكن ندخل على الديفورمد شيب من هنا نقلله شوية، يعني نخليه مثلا هو ألتيميت اهوت بدل ما هي 700 ممكن نخليها 100 بس. أبلاي وكلوز. عندي اي نقطه اهوت، نقطه اللي مثلا حصل لها سيتلمنت كام؟ 4.5 سنتي. النقطه اللي مثلا 3.8 سنتي وهكذا، او قصدي 3 مللي، الوحده بالمللي. تمام؟ في اي مشاكل كده؟ هتلاحظ طبعا ان الديفليكشن في الوان واي اكتر من التو واي، لان التو واي متايده من اكتر من اتجاه، انما هنا اعصاب في اتجاه واحد بس، هتلاقي الديفليكشن هنا كبير شويه، وصل لستة كمان اهو. تمام؟ انا عاوزك بقى كده تحل الرسمه عندك عشان نكمل عليها دلوقتي ونطلع ريزلت. المره اللي فاتت ساعه ما كنا اظهرنا طريقه الفاينايت اليمنت الرياكشنات والديفورمد شي والكلام ده كله من هنا، هو نفس الكلام برضو، ما كل ده خاص بالاناليزيس تحليل انشائي، ممكن اطلع رياكشن ديفورمد شيب او اطلع مومنت على كاميرات او على بلاطات. تمام؟ بس هنلاقي في واحده جديده بقى زادت معانا اسمها ايه؟ شو ستريف فورس. ده بيقول لك القوه في الشريحه. انا عامل شرايح في كل نص متر، فيبين لك المومنت او يبين لك الشير او التورشن او الاكسيال فورس في الشريحه. لو ضغطت على دي كده يقول لك انت عاوز تبين نتيجه حاله تحميل ايه؟ مثلا الت انت عاوز تبين ايه؟ مومنت ولا شير ولا تورشن ولا اكسيال فورس؟ ممكن يبين مومنت مثلا. فيقول لك هنا بقى لير ايه ولا لير بي؟ لير ايه يعني هيبين لك الشرايح اللي اتجاه اكس المومنت فيها، ولو اظهرت الاثنين هيبقى في تداخل ايه؟ ما بين الكونتين. فاحنا ممكن نبين بس ايه والسكيل اوتوماتيك وفي الدياجرام مثلا، ونعمل ابلاي وكلوز. ممكن نشيل اكسترود فيو ديت، هنلاقي البرنامج اظهر لك المومنت
في الشرايح ايه؟ هنلاحظ طبعا المومنت هنا كبير اهوت زي ما انت شايف، ده المومنت بس كل نص متر بس. هنلاحظ هنا بقى مفيش، ليه بقى؟ او المومنت هنا ضعيف جدا، يعني 0.02 رقم قليل جدا. عشان ايه بقى؟ ايوه، يعني علشان المفروض الاعصاب بتاعته في اتجاه واي. طب هو ظهر مومنت ليه؟ المومنت الضعيف ده بتاع البلاطه بقى اللي هو السكنس بتاعه 6 سم، تمام؟ انما المومنت هنا ضخم جدا، هو على الفلاس لاب وعلى ايه؟ وعلى الاعصاب، تمام؟ لو انا بينت بقى الكلام ده في اتجاه شريحه بي مثلا، هنبين برضو هناك في الاعصاب اللي في اتجاه واي. طبعا ظهر دوت لان دي الاعصاب بتاعتها في اتجاه واي. فهمنا الكلام ده؟ طبعا لو انت ما كنتش، لو انت كنت عامل الاعصاب يعني كل 75 سم او ارقام ما كانتش ماشيه مع العصب، ما كانش هيظهر لك القوه نفسها في العصب، تمام؟ فاحنا هنا يعني عاملين عصب او عاملين شريحه في وسط العصب بالظبط، فالقوه ديت اللي هي القوه في العصب يعني. ممكن نبين كمان يا جماعه البانش، فممكن نقول له ايه؟ شو بانشنج شير ديزاين. كده في عندنا انصف، لو احنا بصينا في الاكس واي العمود ده والعمود ده كده انصيف، في عمدان طبعا كتب على ان على سي دي اللي ماشي معاها كاميرات، فمستحيل يحصل فيها بانش زي العمدان دي كده، تمام؟ في العمدان دي كده سيف بس، انما العمودين دومت انصيف بالنسبه للبانش، تمام؟ العمودين دومت محتاجين نغير الستيك سيستم بتاعهم. ممكن نعمل مثلا مارجنال بيم زي ما انت بتقول، او ممكن نعمل دروب بانل او كولوم هيد، او نزود سمك البلاطه شويه. معايا كده؟ انت بتعمل ايه يا هندسه؟ انت بتعمل ايه؟ انت قاعد تشرح له ايه؟ طيب احنا ممكن نبين برضو المومنت او نبين الحديد في الكاميرات، حديد طولي ويمبوز مينيمم اللي هيقاوم انفولوبنج وابلاي وكلوز اهو. لو احنا جبنا ال 3 دي يقول لك مثلا الكاميرا دي كاميرا هيدن اهيت، فمحتاجه حديد. طبعا الحديد في الكاميرا هيدن هيبقى كبير لان الانيشا بتاعتها ضعيفه، فالحديد فيها هيزيد. مثلا كام؟ محتاجه 4.9 سنتيمتر سكوير سفلي، وهنا مثلا محتاجه علو قد ايه؟ يعني لو زومنا شويه كده 4.5 مثلا سنتيمتر سكوير. طب تاخد اقصى رقم بتصمم عليه. ممكن لو كبرنا العرض شويه الحديد هيقل، تمام؟ هنا مثلا في الكاميرا الدروب يعني حديد بسيط، الانيشا بتاعتها قويه، تمام؟ دي كاميرا دروب دوت، دي كاميرا هيدن برضه. طيب احنا دلوقتي اظهرنا الحديد ده، ممكن نبين برضه الشير، الحديد بتاع الشير. ندخل بقى على الحديد بتاع البلاطه. احنا عرفنا ان في طريقتين، طريقه فاينات اليمنت وستريب بيزد. احنا كنا عاملين شرايح، فممكن نقول ايه؟ الستريب بيزد وامبوز منهم. طيب خلي بالك بقى، هنا احنا عاوزين نبين مثلا الحديد اللي في الشريحه ايه ولا بيه. ممكن نبين الاول ايه؟ هنا بقى عطلك اوبشن بيقول لك شو ريبير انتنستي للاريا بير يونت ويتس، يعني ايه؟ هيبين لك الحديد لعرض 1 متر، مش في الشريحه بس، ده هو ايه؟ لعرض 1 متر. فانا لو اخترت الاوبشن ده الاول وعملت ابلاي وكلوز، هيبان لك بقى في كل شريحه شكل البندنج مومنت، تمام؟ ويبان لك ايه هنا؟ يقول لك مثلا والله الشريحه دي محتاجه قد ايه؟ 4.84 سم سكوير للمتر الطولي. يعني كل متر طولي كده المفروض تحط فيه 4 سم سكوير، تمام؟ وجوه برده نفس النظام، بس هو العصب معمول كله نص متر. احنا عاوزين بقى القوه او عاوزين الحديد في العصب بس. فلو فتحنا تاني البلاطه ديت واخترنا بقى الاختيار التاني اللي هو بيقول لك ايه بقى؟ شو توتال ريبير اريا فور ايه؟ استريب. عرض الشريحه نص متر هيبان لك الحديد اللي في نص متر، عرض الشريحه متر هيبان لك الحديد اللي في ايه؟ اللي في متر، تمام؟ ده اللي في اتجاه الاي ار ايه وابلاي وكلوز. هنلاقي الحديد طبعا قيمته قلت شويه لان ده بس ايه؟ في نص متر، تمام؟ يعني مثلا هنا ب 1.2 سنتيمتر سكوير، بس قال لك سنتيمتر سكوير بس، مش ايه؟ مش للمتر طولي، تمام؟ يبقى ده الحديد اللي في الشريحه فقط زي ما انت شايف كده، تمام كده؟ طب بالنسبه بقى للاسياخ، احنا ممكن نبين كمان الاسياخ، يعني نقول له مثلا احنا عاوزين بدل ما نقسم 2.4 على فاي مثلا 16 او فاي 12، هو ممكن نبين لك كمان الاسياخ وعددها.
فلو فتحت تاني البلاطه قلت شو نمبر اوف بار اوف سايز، هو يقول لك بقى الاساق العلويه انت عاوز اكترها تبقى ايه. مثلا ممكن نعمل قطرها فاي 12، الاساق السفليه لو ظهرت تبقى فاي مثلا كام 12، تمام. يبقى الاساق اللي عندي كل ده في شريحه ايه، تمام، هيبان 12. شوف بقى هيبان لك الحديد ازاي. لو انا جيت وقفت عند اي شريحه كده اقول لك الشريحه ديت او العصب ده محتاج مثلا كام 2 فاي 12، تمام، وعلوي نان، مفيش في المنطقه ديت حديد علوي. جينا مثلا دخلنا عند السبورت كده هيبدا يقول لك ايه، طبعا 1 فاي 12 دي مش هينفع، لو احنا اظهرنا فاي 10 تلاقيه يقول لك مثلا 2 فاي 10، فلازم على الاقل خالص يبقى في سخين. اه لا مش تبع السلاب، هو احنا لو جينا بصينا على الديتيلنج بتاع تسليه العصب يبان ازاي. عند العصب بيكون بالشكل ده، بنعمل كهنة كده بالمنظر ده. طبعا هو يعني ماكسيموم بنحط السكين في العصب تحت، تمام، ده بس الكهنة بتاعت العصب بقى بتكون كهنة مفتوحة كده مش بنقفلها، وبنحط كمان سكين فوق هنا. وفي اسياخ للسقف بقى مخصوصه كده، تمام، للسقف اللي هو 6 سم. يبقى احنا عندنا مثلا ممكن نعمل سكين فوق فاي 10 وسكين تحت مثلا فاي 12، تمام. لما يجي يقرب من السبورت هيبقى اللي فوق مثلا فاي 12 واللي تحت مش محتاجين قوي، ممكن نعمل فاي ايه؟ فاي 10، تمام. انما في كل الاحوال احنا ما نقدرش نعمل سيخ واحد بس. يعني ظهر معاك مثلا فاي 12، لا، لو انت دخلت واخترت قطر 10 ممكن يقول لك 2 فاي 10، تمام؟ يعني الطوب دي الايه؟ اه الطوب دي يعني الحديد اللي فوق، البوتوم يعني الحديد اللي تحت. طب احنا لو دخلنا جوه شويه نلاقي بقى ايه؟ برق المومنت يزيد، برق الحديد كمان يزيد. لو انا واقف في شريحه في النص كده هيقول لك ممكن نحط 3 اساخ. طب لو احنا دخلنا بقى زودنا القطر شويه، خلينا مثلا البوتوم ده فاي 16 وعملنا ابلاي وكلوز، اصبح ايه؟ كل اللي جوه ده بقى فاي 12، بقى فاي 16، 2 فاي 16 مثلا، تمام؟ الكلام ده كده في اي مشكله؟ طبعا بالنسبه لدي بقى يعني ال الشرايح دهيت هو ال 2 فاي 16 دي قصده يعني في البلاطه اللي هي السكنس بتاعها بكام؟ السكنس بتاعها بكام؟ ب 6 سم، لان مفيش اعصاب في اتجاه واي هنا. او في اتجاه اكس قصدي. لو احنا اظهرنا بقى الاعصاب او اظهرنا الحديد اللي في شريحه بي وشلنا ايه، هيبان لك بقى الحديد هنا مثلا 2 فاي 16 مثلا، ده اللي هيبقى في العصب في اتجاه واي، تمام. مثلا في الاعصاب التانية نفس الكلام، واضح الكلام ده كده؟ طيب انا عاوز ناس كده تحل وتطلع الحديد في الشرايح سواء في شريحة A أو في شريحة B. ناس معايا كده؟ هندخل دلوقتي في موضوع الفاونديشن جوه برنامج السين. ازاي نوثق الفاونديشن سواء بقى لسه على سوليد أو لسه على بايت جوه برنامج السين. طبعا هنبدأ بقاعدة بسيطة كده، قاعدة ايزوليتد، أبعادها مثلا 2 في 2 وشايل عمود حلو مثلا 100 طن ولا حاجة، والبيرنج كباستي للكوبا ديت هو 1 كيلو جرام على سنتيمتر. احنا عاوزين نوصل كده جوه البرنامج. طبعا لما نيجي نوصل فاونديشن حاجه بسيطه برضه، يعني هنا بترسم بلاطه عاديه، خد الشبكه مثلا في اتجاه اكس 1 1 واتجاه واي 1 1 وداخل هنا عكس، تمام. بس يمكن الاختلاف بس في توصيف البرنامج بس او الصوت جوه البرنامج. تعال كده نشوف نوصل ازاي القاعده دي. احنا نفتح نقول مثلا بلانك ونختار مثلا الوحدات. طبعا مع كل نيو موديل لازم تغير وحدات ريفليكشن مثلا مليمتر، دي مثلا سنتيمتر سكوير على المتر، ودي مثلا سنتيمتر سكوير، اوكي. خطوط شبكه مثلا ممكن نعملها في اكس سبيسنج 1 1 0، هنا مثلا ممكن نعملها ايه 1 1 0، اوكي اوكي. ولما نيجي نعرف بقى سلاب هنسميها مثلا فوتنج. خلي بالك بقى الماتيريال مثلا سي 30 هي خرسانه،
بس نوعها ايه بقى سلاب؟ لا، هيبقى نوعها حاجه اسمها فوتنج، نوعها فوتنج. تمام، نوع الفاونديشن هيبقى فوتنج. طب السيجنس بقى، ما بيكون السيجنس بسيط كده يعني، الفاونديشن ممكن يبقى مثلا متر او 90 سنتي، وفي رقم كده بنفرضه يقول لك مثلا مع كل دور بنزود 10 سنتي. يعني انت مثلا بتعمل 10 ادوار يبقى متر، بتعمل مثلا 9 ادوار يبقى 90 سنتي، 11 دور يبقى متر ايه؟ لو 10. قاعده منفصله يعني، لو قاعده منفصله او اي فاونديشن عادي. تمام، يعني بنفرض دبس حتى لو قاعده كومبايند، بنفرض الدبس على اساس مثلا الارتفاع. انت ممكن، احنا بنقول دلوقتي دي امبيريكال، يعني ممكن تفرض الدبس ويطلع الدبس ده مثلا انسيف، فانت ممكن تزود، ممكن يطلع مور سيف فترجع تقلله، خد بالك. يبقى دي مش قاعده، هي حكايه كل دور مع 10 سنتي. احنا ممكن نقول مثلا الارتفاع ب 1 متر، اوكي. محتاجين كمان نعرف حاجه مهمه جدا في البرنامج اسمها ستيف. ليه؟ احنا لما نيجي نرسم الفاونديشن بالشكل ده، لو احنا بصينا عليه من الاليفيشن هيبان مثلا ايه؟ من قاعده كده وعمود كده. لو انا وصلتها كده في البرنامج لان في الطبيعه ما بيكونش العمود مرتكز على الفاونديشن كده، ده العمود بيكون جزء من الفاونديشن، يعني بيبقى نازل مثلا كده. المنطقه ديت تمام بتكون جزء من العمود. طب احنا عشان نعمل كده بقى هنيجي في المنطقه اللي في العمود ديت وعاوزين نعملها منطقه ريجيد او قويه جدا لانها تعتبر جزء من العمود، فهنقوم نعملها بحاجه اسمها ستيف بقى. يعني المساحه اللي تحت العمود في القاعده ديت مش تبع القاعده، دي تبع العمود، فعشان كده هنعملها ايه؟ ستيف. طيب هنيجي بقى نوصل برضو يعني قطاع ستيف، ممكن نسميه مثلا ستيف، بس نوعه ايه بقى؟ ستيف برضه. تمام، طب هو ستيف ده الدبس بتاعه بكام؟ نفس الدبس بتاع الفاونديشن، الستيف نفس الدبس بتاع الفاونديشن. تمام، اوكي، يبقى انا عرفت فوتنج وعرفت ايه؟ ستيف. واضح كلامنا كده؟ نعمل اوكي. نرسم عادي بقى مثلا بالكويك اهوت ونرسم فوتنج بالشكل ده، بس لما نيجي نرسم الستيف بقى، هو الستيف ده ابعاده ايه؟ يعني هو المفروض ابعاده 40 سم في 40 سم، جايب لك عمود 40 في 40. تمام؟ يعني او حتى اي ابعاد، لو انا قلت مثلا عمود 40 في 40 يبقى الستيف ده برضه مساحته ايه؟ 40 في 40. تمام؟ طب هو هتقول لي طب احنا نرسمه ازاي؟ لكن انا ما عملتش خطوط شبكه. يعني المفروض مثلا كنت اعمل ايه؟ خطوط شبكه كده كل يعني 20 سم يمين و 20 سم شمال عشان نقدر نمشي ايه؟ مع حدود العمود ده ونرسم الستاف. اقول لك لا مش لازم. نستخدم بقى الامر الرابع اللي هو في البلاطات اللي اسمه ايه؟ كويك درو اريا اراوند بوينت. ده بقى لا يلزم ان انت تكون عامل خطوط شبكه. ده بيرسم ابعاد عمود مظبوطه، لو ضغطت عليه كده هيبدا يقول لك ايه بقى هنا؟ يقول لك والله انت عاوز ترسم بلاطه نوعها ايه؟ ريكتانجولار ولا سيركولار؟ ريكتانجولار. طب لو كان عمود سيركولار كنا نجيب ايه؟ كنا نجيب إيه؟ سيركولار. تمام؟ طيب هو نوع بقى الريكتانجولار ده ايه؟ هيبقى فوتنج ولا ستيف؟ هيبقى نوع ستيف مش كده؟ طب ابعاده ايه بقى؟ هو ريكتانجولار اهو، هيبقى ابعاده بابعاد العمود، عندي عمود مثلا 30 في 60 يبقى 30 عرض في 60 طول. تمام، ممكن نقول مثلا ابعاده بوينت 4 في بوينت 4 لو العمود اللي عندي 40 في 40. واضح الكلام ده كده؟ طيب هتلاقي في الاخر حاجه اسمها تريم ات سلاب ايدج، تعمل ايه بقى ديت؟ قال لك ديت لو انت بترسم في كورنر زي ده كده الستيف ده، تمام، فانت هترسم بلاطه مثلا 40 في 40، فلو انا عملت يس في التريم هيقوم يشيل لك كل الاجزاء اللي طلعت في الرفرفه بره دي. يعني انا دلوقتي مثلا عندي قاعده بالشكل ده وانا عاوز ارسم عمود في الكورنر ده، لو انا جبت العمود ده مثلا كان بوينت 4 بوينت 4، لو جيت ارسمه هنا وضغطت على النقطه دي المفروض ايه؟ يرسم لي عمود كده 40 في 40 هنا. لو انا عملت بقى تريم هيشيل لي الاجزاء اللي طايره بره دي. تمام؟ عملت مو ايه مش هيشيلها، هيسيبهم في الرفرفه دي
بس الحته دي بقى في حاله واحده بس، يعني يس او نو ديت في حاله واحده بس، لو انت كنت راسم بلاطه، لانه بيقول لك هنا ايه بقى؟ تريم ات سلاب ايدج، يعني انت راسم بلاطه نوع سلاب هيعمل لك فيها تريم. راسم اي نوع تاني فوتنج مثلا ولا اي نوع تاني مش هيعمل لك تريم. يعني لو جيت دلوقتي قلت يس وضغطت بره نوت مش هيعمل تريم. تمام؟ انا دلوقتي محتاج مثلا اقسمها في النص هنا. طيب انا لو كنت معرف بقى قطاع بلاطه قلت مثلا اد سلاب والنوع سلاب و20 سم اوكي اوكي. لو انا كنت راسم بلاطه بالشكل ده نوعها مثلا سلاب، رحت جبت كويك وقلت مثلا ايه يعني القطاع اللي عاوز ارسمه مثلا ستيف اوت و40 في 40 وعملت في التريم اس، لو رحت ضغطت في النقطه ديت هيبدا يعمل لك ايه بقى؟ هو المفروض يبقى 40 في 40، هيقوم يجيب لك بس الجزء اللي داخل جوه اللي هو 20 في 20، الاجزاء اللي بره ديت مش هاخدها معاه في الاعتبار. تمام كده؟ رسمت في الكورنر ده برضو الاجزاء ديت ايه؟ عملت نو ما تعملش تريم ورسمت هيجيب لك ايه؟ الجزء كله. انما الكلام ده ما ينفعش فين؟ في الفوتنج زي ما احنا عملنا من شويه. لو انت عملت يس في الفوتنج وجيت رسمت في الكورنر هيرسم عادي. واحد يقول لي ما هي دي مشكله بقى. ليه؟ لان انا ممكن اكون عاوز ارسم مثلا عمود في الكورنر هنا ومش عاوز الستيف بتاعه يطير بره القاعده. نعمل ايه بقى؟ حد يفكر كده نعمل ايه عشان نجيب الستيف في الكورنر؟ ايوه نعمل بقى خط شبكه، يعني مثلا المفروض دلوقتي اقوم عامل خط شبكه هنا خط شبكه هنا على بعد 20 و20 واقوم جاي راسم ايه؟ الستيف هنا. هيقوم الستيف مرسوم عادي ايه؟ بالشكل ده. تمام كده؟ يبقى ممكن نعمل خطوط شبكه جوه عشان نمسك الستيف ده من السنتر بتاعه ونرسمه. واضح الكلام ده كده؟ طب احنا دلوقتي وصفنا الفاونديشن، الامر ده مهم يا جماعه بتاع درو كويك، ما كانش موجود لا في السلب ولا في الايتام. ده بيرسم زي ما انت عارف اهوت مش لازما خطوط شبكه على المحيط بتاع الشكل. عاوزين بقى ندخل حمل على العمود ده، هنعلم على النقطه ونقول اساين ولود داتا بوينت لود. اساين ولود داتا وبوينت لود، تمام؟ وطبعا الحمل اللي عندنا ده احنا كنا عرفنا الاول ديد ولايف والكلام ده، نعرف كده خلينا الديد السيل فوت متضارب واحد، نعلم على النقطه ونقول اساين ولود داتا. احنا شفنا قبل كده حمل بيأثر على مساحه وحمل بيأثر على خط، شوف بقى دلوقتي حمل بيأثر على نقطه. اساين ولود داتا وبوينت لود. اقول لك البرنامج بقى الحمل ده ايه؟ مثلا ال 100 طن دومت كانوا ديد. هيأثر ازاي بقى؟ في اتجاه اكس ولا واي ولا زد؟ هو فورس مثلا. هيأثر في اتجاه ايه؟ وهتلاقي كاتب لك ايه؟ سالب زد او جرافيتي، يعني الحمل ده كتب بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب على طول 100 طن مثلا. لو كان العمود على عزم ممكن يكتبه هنا برضو. بس في هنا بقى ميزه جميله جدا، يقول لك هو ال 100 طن دومت بيأثرهم في نقطه ولا هما في الطبيعه بيأثروا في مساحه العمود؟ مساحه العمود ما بيأثرش في نقطه. فيقول لك بقى اكتب ايه؟ السايز اوف لود فور بانشنج شير، لان لو خليته بيأثر في نقطه انا متاكد مليون في الميه ان هيحصل فيه بانش. تمام؟ انما لو خليته بيأثر في مساحه البانش ايه؟ الاستريس بتاع البانش هيقل. طيب هو مساحه العمود كام في كام بقى؟ تقول لي مثلا بوينت 4 في بوينت 4. في الحاله دي ال 100 طن هتتوزع على المساحه اللي هي 40 في 40 اللي هي مساحه العمود. واضح الكلام ده كده؟ ونعمل اوكي. هلاقي العمود ده بس هتقولي طب ما هو مرسوم برضه نقطه، احنا لو جينا عند النقطه دهيت وعملنا عندها كليك يمين وجيت على لودز اقول لك ده هو فيه 100 طن والمساحه بتاعتها ايه؟ 40 في 40. تمام؟ يبقى دي حته مهمه جدا يا جماعه، نخلي اللود ما بيأثرش في نقطه، ده هو بيأثر على مساحه. وراح الكلام ده كده؟ طب احنا هنستنى دلوقتي توصيف بقى التربه، عاوز الناس كده ترسم القاعده دي بسرعه وتعرف الستيب وتعرف ايه الفوت. احنا دلوقتي وصفنا الفاونديشن بس لسه
عاوزين نوصل بقى البرين كباستي للقعده دي. هنبركز بقى معايا في اللي انا بقوله دلوقتي. هل برنامج السيف فيه جواه مثلا تربه ايه او تربه سنج او تربه مثلا تقول والله البرين كباستي بتاعتها كذا هيوصلها؟ هو للاسف مفيش فيه هو بيري كباستي او ما نقدرش ننقل المودول ده بيري كباستي مثلا ب 1 جرام على سنتيمتر سكوير هيدخلها جوه البرنامج. لا ده احنا نوصف البيري كباستي جوه البرنامج او نوصف الصور جوه البرنامج حاجه اسمها سبرينج. تمام؟ في حاجه اسمها سبرينج يعني هنشيل التربه كده ونقوم عاملين ايه؟ مجموعه من السبرنجات. بس احنا دلوقتي بنعبر عن قوه التربه بالبيري كباستي. طب احنا بنعبر عن قوه السبرينج بايه؟ بنعبر عن قوة السبرينج بحاجة اسمها الكيستفنس. تمام؟ طيب هي الكيستفنس بتساوي ايه بقى؟ قال لك والله الكيستفنس ديت بتساوي القوة اللي مقدارها ب اللي عمل سيتلمنت مقداره الوحدة. يعني ممكن نقول بتساوي ب على دلتا. طيب اللي احنا هندخله في البرنامج البرينج كاباستي ولا كي اس؟ اللي هندخله في البرنامج الكيستفنس. إذا أنا محتاج أدخل الكيستفنس اللي تعبر عن قوة التربة في الطبيعة. تمام؟ فإحنا دلوقتي محتاجين نطلع الكيستفنس ديت فانكشن في إيه؟ البرين كاباستي. قال لك والله إحنا ممكن نقول بدل ما نضغط على التربة بـ تمام؟ نضغط على التربة بسبرين كاباستي. والدلتا أو السيتلمنت اللي هيحصل في السوستة هو نفسه السيتلمنت اللي هيحصل في التربة. يعني أنا اعتبرت إن التربة ديت مجموعة من السبرنجات. حطت عليها القوة هيحصل فيها السيتلمنت. تمام؟ بمقدار ايه؟ الدلتا. طيب السيتلمنت ده احنا ممكن نقول مثلا 2.5 سم. ممكن تجيبه من قليل التربه او ممكن تجيبه من التربه اللي عندك، لو مش عارفه ممكن تفرضه مثلا 2.5 سم. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي البرينج بس على 2.5. لازم نضرب كمان بفاكتور اوف سيفتي وليكن مثلا من 2 الى 3. تمام؟ يبقى اصبح دلوقتي القانون عباره عن ايه بقى؟ هنقول والله يبقى الكي اس بتساوي البيرنج كاباستي في طبعا في 3 مثلا لو خدنا الفاكتور اوف سيفتي 3 في لو 1 على 2.5 في 10 سالب 2 يعني في 4 من 10 في 100 مثلا. مش كده؟ 1 على 2.5 اللي هي 4 من 10 و1 على 10 سالب 2 دي 100. يبقى الكلام ده كله في كام بقى؟ نقول والله يبقى الكي اس بتساوي 120 بيرنج كاباستي. يبقى الكيستفنس بتساوي 120 بيرنج كاباستي. تمام؟ بس هنا بقى البيرنج كاباستي دي وديتها ايه بقى؟ يعني انا قلت لك مثلا البيرنج كاباستي بتساوي 1 كيلو جرام على السنتيمتر سكوير. هنقول ضاربين في 1؟ لا، لازم البيرنج كاباستي دي تكون طالعه متر مربع، لان انا كنت في القانون فوق ضارب 10 سالب 2 عشان احولها لمتر. يبقى ليه كانت متر؟ يبقى البيرنج كاباستي اللي عوض عليها في القانون تبقى طن على المتر مربع. يعني انت قلت لك 1 كيلو جرام هتقول لي ايه؟ 10 طن على المتر مربع. يعني ممكن اقول يبقى الكي اس بتساوي 120 في 10. تمام؟ اللي هي بتساوي كام؟ 1200. يبقى الكي اس اللي تعبر عن التربه البيرنج كاباستي لها 10 طن على المتر مربع بتساوي 1200. طب 1200 دي وحدتها ايه بقى؟ على طول المفروض تبقى طن على المتر الطولي، لان لو قلت ان البي طن وحصل سنتيمتر مقدار واحده يبقى طن على المتر الطولي. بس ده لو كانت البي مركزه، لان يعني جايب لك البي هو ايه؟ موزعه، يبقى المفروض تبقى طن على ايه بقى؟ المكعب. لان يعني طن على المتر المربع فوق والمتر المربع اتضرب في متر كمان تحت. تمام؟ بس احنا ممكن نقول طن، حتى في ناس تكتبها ايه؟ طن على المتر المربع لكل متر طولي. طن على متر مربع لكل متر كوب. تمام؟ طب ده بالنسبه لي الكي اس. تعال بقى نشوف هندخلها في البرنامج ازاي الكي اس دي. هنروح نعلم على البلاطه او ممكن نفتح قائمه ديفاين ونقول سويل سب جريد بروبرتيز. سويل سب جريد بروبرتيز. ونقول اد نيو بروبرتي. ممكن نسميها مثلا اي حاجه سويل 2 أو ممكن حتى نسميها كلي، أي حاجة. طيب يقول لك إيه بقى؟
السب جريد مودلس هو ده بقى الكي ستيفنس. فممكن نختاره كام مثلا 1200 طن على المتر مربع. في ناس على طول بتحفظ القانون ده اللي هو 120 في البيرنج كاباسيتي، او في ناس ساعات بتقول ايه البيرنج الكيس بتساوي من 100 الى 120، بيعمل رينج كده من 100 ل 120، بحيث ان احنا مثلا اخترنا سيتلمنت معين، اخترنا رينج معين للفاكتور اوف سيفتي وهكذا. يبقى 1200 والوحده كاتب لك ايه؟ طن على المتر مكعب، ويت بير يونت فوليوم، اوكي. وانا عرفت كلي، نعمل اوكي. هنوصفه ازاي بقى؟ احنا عرفناه دلوقتي من قائمه الضفاينه. نبدا نعلم على البلاطه او الفاونديشن ونعمل ايه بقى؟ احنا كنا الاول بنعرف، نعمل تخصيص دلوقتي ايه؟ اساين بقى. نفتح اساين ونقول سبورت داتا وسولفر ويتس. اساين وسبورت داتا وسويل بروبرتس. مثلا نوع السويل ايه؟ احنا لسه معرفينه من شويه كلي. نعلم على كلي اوكي. حتى احنا ممكن نيجي نغير فيها هنا في الخصائص، هنا 1 في 10 والسالب 3. تمام؟ طيب نضغط على كلي اوكي. يبقى دلوقتي البرنامج نعلم على كلي كده اوكي. كده البرنامج وصف كلي اسفل الفاونديشن دهيت. تمام؟ هو ده الانديكيشن بتاع الكلي او توصيف السب جريد مودلس للاريا للبلاطه اللي عندك. تمام كده؟ طيب كده خلاص يعتبر يعني خلصنا توصيف للفاونديشن دي. ممكن بعد كده نبدا نحلها بقى. ممكن نقطع مثلا البلاطات ديت اديت والاريا، ممكن نقطعها مثلا 2 في 2. تمام؟ ممكن بعد طبعا احنا هنحلها كده فاينايت اليمنت او فاينايت اليمنت بيزد. ممكن نسيفها نسميها فوتنج مثلا ونعمل سيف ونبدا نعمل ران وديزاين. طبعا ران وديزاين هنحل في لحظه لان المساحه بسيطه جدا. طب انا دلوقتي لو وقفت بقى على اي نقطه كده يقول لك الديفليكشن عند النقطه دي بكام؟ اعتقد رقم كبير. هو طبعا الديفليكشن في النص كبير جدا. تمام؟ كام؟ 22 مللي، يعني 2 سنتي و2 من 10. طبعا كده يعني يعتبر لما بقى يعني ازود مساحه القاعده شويه او اقلل الحمل شويه. تمام؟ يعني او مثلا ممكن تعمل احلال التربه وتكبر البيرنج كباسيتي شويه، لان البيرنج كباسيتي لو زادت السيتلمنت فيها يقل. تمام؟ او مقاومه التربه قصدي ايه هتزيد. طب ممكن كمان نعمل تشيك على البانش مثلا، ممكن يحصل بانش هنا. تمام؟ فهو هنلاقي البانش هنا ايه بقى؟ 0.09، يعني حاجه ضعيفه جدا. تمام؟ فكده البانش سيف جدا زي ما انت شايف. طبعا اعتقد لو انت كنت وصفت العمود في نقطه كنت هتلاقي ممكن يطلع مثلا رقم كبير. تمام؟ ممكن يبان بقى التسليح بطريقه ال 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 الفاينايت بيست مثلا وامبوز مينيمم، وباين بقى الحديد العلوي. طبعا الحديد العلوي في اعلى زي دي مفيش، زي ما انت شايف صفر اهو. هنبين الحديد السفلي في اتجاه اكس. بدأ يبان معانا الحديد السفلي مثلا كام؟ 18.6 سنتيمتر سكوير. ده الحديد اللي هيتحط في اتجاه اكس. لو احنا كنا عملنا شرايح كنا ممكن نطلعه ايه نمبر اوف بار وهكذا. الكلام ده في مشاكل يا جماعه؟ طيب الناس كده ما هو ال 2.5 في ايه؟ فين دي مكتوبه فين؟ مكتوبه فين؟ ده سيتلمنت ضخم جدا. ده ديفليكشن ضخم جدا او سيتلمنت ضخم. هو المفروض طبعا اجيبه من تقرير التربه. لو انت عاوز تعمل ايه؟ لو عايزه ادمج حكايه القعده في الرسمه اللي فاتت. اعلم بقى على العمود من تحت بدل الانسان. يعني ممكن فعلا صح كده. بدل ما اعمل بقى سبورت اقوم جاي عامل تحت الفاونديشن مره واحده. ماشي لحظه بس. ماشي اعمل الفاونديشن بقى مره واحده. تمام؟ واقوم عامل ايه سبرينج واشيل السبورتات خالص. تمام؟ واعمل سبرينجات تحت واشيل السبورتات خالص. تمام؟ هو لحظه بس انا عاوز الناس تطبق القعده.